اتخذت مصر عددا من الخطوات الهامة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في قطاع النقل البحري من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. وفي دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد المركز أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دشنت استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الوقود الأخضر. وأكدت الدراسة أن مصر تعمل على صناعات الوقود الأخضر التكميلية من المحللات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح جنبا إلى جنب مع نشاط إمدادات الوقود الأخضر. أكدت الحكومة بأن عدداً من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، وذلك من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي. وأوضحت الحكومة أنه منذ إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي تم تسجيل نحو 11,300 حساب إلكتروني وتسجيل بيانات نحو 1,600 شركة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4,347 طلباً في 36 مدينة جديدة، منها 3,625 طلب استعلام عن فرص استثمارية و722 طلب توفير فرصة استثمارية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات بسبب التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ليصل إلى 87.39 دولار للبرميل. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 82.30 دولار. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.67 دولار للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.28% لتسجل 1.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن البنك المركزي الأردني أن إيرادات القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام 2024 قد تراجعت بنسبة 5.6% لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأثرت الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها، إلى جانب التراجع في عدد الزوار خلال شهر رمضان. اعتمد المجلس الأوروبي قراراً بشأن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يلتزم بموجب الاتفاقية بتعزيز النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز الحوكمة العالمية والدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة، ويلزم الاتفاق الطرفين بالعمل معاً للدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف.